مساء الخير، يومكم طيب متابعينا، وعرض جديد. ربي يبارك. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الرحمن. تويوتا تندرا 2022 اللون الأبيض، ماشية 9000 ميل، جمرك برسالة مفتوحة، سيارة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبارك الرحمن، الله يبارك ما شاء الله. كمالياتها زي ما موضح قدامكم الفيديو، محرك 35 أو 3.5 توين تيربو 4x4 رباعية سيارة، وبسعر 300,000 دينار ليبي. سعر معروضة به السيارة 300,000 دينار، واللي ناوي يشتريها وعجبات السيارة حاجة بسيطة جدا من السعر مذكور في الإعلان، سهل. سيارة درجة أولى، كمالياتها واضحة قدامكم كل شيء بالفيديو، بصمة ديسكو تي ار دي، صالون على رصاصي، درجات رصاصي للدمامي للخلفي. تبارك الرحمن، ربي يبارك. سيارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله على نظافتها، جديدة، الله يبارك الله يبارك. تنعطيكم رقم الهيكل اللي بيتأكد من حالة السيارة في بلادها كيف. سيارة في العداد ماشية بالضبط 9، شاشة هذا الرباعي، هذا التحكم في ستيرسو، ماشية 9000 بالضبط، ما فيش ولا أي حاجة بإذن الله، مأشرة أمورها تمام، عيوب أعطال ميكانيكية ولا حاجة. وهذا رقم هيكل السيارة اللي بيتأكد من حالتها يبي يشوفها كيف في بلادها، يقدر يخش عليها ويشوفها. مية طبعا عيارة. وفي عندنا الموديلات اللي قبلها، في 2020، في 2022، في 2018، عفوا 2021، عندنا محركات 57، هذه كماليات السيارة طبعا، البصمة بتاعتها ما شاء الله ربي يبارك، موجودة داخل المعرض، معرض أحمد ماي الطريق الساحلي. اللي يدور في التي ار دي برو عندنا 2020، وفي حتى من 2014 موجودات تندرا، في حتى 2006 2004 فيه. تويوتا فور رانر 2020 أو نهاية سنة 2019-2020، اللون الأبيض، محرك 40، دفع رباعي، سيارة كمالياتها نصف فل زي ما موضح بالفيديو، ماشية 37,000 ميل، سيارة درجة أولى بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، خالية من أي عيوب بإذن الله، ميكانيكيا كهربائيا قيادة السيارة بسم الله ما شاء الله جديدة، هيكلها ونظفتها هي واضحة قاعدة بغبرتها السيارة، من داخل ربي يبارك، كمالياتها بسم الله ما شاء الله، مفتاح كود وبصم عفوا وفتحة ورباعي، صالون جلد، تحديد مسار نقطة عمياء، سيارة ربي يبارك، وبسعر 151,000 دينار ليبي، سيارة درجة أولى، سيارة خالية من أي عيوب بإذن الله، إطاراتها سيارة جديدة بالكامل، سيارة فوق الممتاز، هاي بالغبرة متاعها قاعدة، حتى غسيل مش غاسلينها، نظيف يبان حتى من غير غسيل. سيارة بدرجة أولى اللي يدور في الفور رانر، وجماعة تشري في التويوتا الاف جي، هذه نفس المحرك وما زالت قيادتها أفضل حتى من التويوتا الاف جي، اللي الناس تشري في التويوتا وعارفة فاهمين شنو نقول أنا، رغم أنه في ناس بتطلع تقول لي الاف جي خير، لكن سوق هادي وسوق الاف جي، وشوف القيادة الفرق في المتعة كيف. هذا رقم هي كلها الناس تبي تشري، شهر 5/2019 ماشي في العداد بالضبط 37,000 ميل، ما فيش ولا ملاحظة بإذن الله، لا أرباك طالع ولا أعطال ميكانيكية ولا أي شيء، أو كل شيء بالفيديو واضح قدامكم. سيارة بيع وشراء بالضمان اللي تبيه، شاشة تخدم غير في الشمس، راهو عكس على تصوير اليوم بكري شوية، كاميرا وكل شيء تمام، رباعي ياو شغال ما شاء الله، أموره طيبة السيارة ربي يبارك، بسم الله ما شاء الله. تنرجع لها.
هم ل 2012 و 2013 واسعارهم في 100 و 130 و 140، قصدي هذه 2019 راه الوجه الاخير فيها، محرك ل 40 الله يبارك ما شاء الله. شوف النظافه، شوف الضادوات، المحرك كل شيء قاعد بلونه الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. سياره درجه اولى وخالي من ابسط العيوب، زي ما قلت لكم زواقه وتشطيب، اخش عليها برقم الهيكل شوف تشطيب السياره وتعرف. تويوتا تندرا محرك 57 دفع رباعي مارشالوطة بابين كبار ل 2015 اللون الابيض، سياره ربي يبارك بسم الله ما شاء الله ماشيه 116000 ميل درجه اولى وبسعر 131000 دينار ليبي. سياره معروضه ب 131000، واللي ناوي يشتريها وعجبات السياره حاجه بسيطه من سعر مذكور في الاعلان سهل، سياره درجه اولى لون ابيض، نظافه داخليه من الخارج كل شيء فيها بسم الله ما شاء الله، ماشية 116000، ديسكوات تي ار دي، اطارات جديدة، سيارة من داخل تبارك الرحمن، صالون نظيف داخلية ربي يبارك، ما فيش ولا أي عيب بإذن الله. تنعطيكم رقم هيكلها، اللي ناوي يشتريها يقدر يخش عليها ويشوف حالة السيارة قبل ما توصل ليبيا كيف، وقاعدة بنفس الحالة طبعا، هي مسجلة ليبيا السيارة، ولكن استعمالها نظيف جدا جدا. شوف الصالون، شوف النظافة، سعرها ممتاز جدا. طبعا مغيري لها ديسكو باطني جديد امس، كان فيها ديسكو باطن مضروب، ديسكو باطن وباطنيات وزيت وفلتر وصمير ميزان، حتى هم يعني صار في الدرجة الأولى. شاصية من لوتا ربي يبارك، لا بخ ولا تنظيف ولا حتى حاجة، شاصيتها نظيفة الدرجة الأولى السيارة، ما فيهاش ولا عيب، ضربتها من قدام جهة الفنار ورفرف لي على اليسار. تنعطيكم رقم هيكلها وتقدر تخش عليها تشوفها، هذه السيارة من لوتا. ما شاء الله ربي يبارك، صندوق نظيف، داخلية نظيفة، قيادتها تبارك الرحمن، عتاب كروم. هذا رقم الهيكل متاع السيارة اللي بيخش عليها ويشوفها، درجة أولى السيارة، لا رباك طالع ولا عطال ولا حتى حاجة ولا ضربة شاصية ولا عيب بإذن الله. صالون نظيف زي ما قلت لكم، هذه السيارة والها ماشية 116 بالضبط، ما فيش أي ملاحظة، ما فيش أي مؤشر أو كل شيء موجود. قاعد حتى من ضغط الهواء معدل بسم الله ما شاء الله، سيارة نظيفة. طبعا زي ما قلت لكم الشاشة هذه في التصوير هيك لما تجي مقابلة الشمس تدير فرمش، يعني كأن فيها ما فيها شيء، يعني أمورها طيبة. شوف الصالون نظيفة يعني بسم الله ما شاء الله السيارة. نعاود سعر بيعها 131، إطاراتها نظيفة أو زي ما موضح لكم بالفيديو، فنارات ليد، محرك 57 ما شاء الله ربي يبارك على السيارة. موجودة داخل معرض، معرض أحمد المايا الطريق الساحلي، لأي استفسار الأرقام موجودة عندكم على الصفحة أو زيارتنا داخل المعرض. اثنين عروض جديدة ربي يبارك موجودة داخل المعرض بنفس الموديل، الفرق في اللون والكماليات، واحدة كحلة بجميع المزايا او ناقصه بصمه، تجي جايه ناقصه بصمه، مفتاح كود، بانوراما، كل شيء، جميع المزايا الثانيه فيها، وبسعر 53000 دينار. الثانيه اللون رصاصي نص فل، محرك 16 توربو، وبسعر 50000 دينار، 53 و50. اثنين كنديات، اثنين ماشيهم بالكيلو، اثنين سليمات، اثنين نضاف، سيارتين ربي يبارك. الكحله هذه جميع المزايا، محرك ال20 العادي، مش العادي 20 جي دي اي في الموديل العادي، يعني مش التوربو، مفتاح كود، بانوراما، صالون جلد، تحديد مسار، نقطة عمياء، كل شيء فيها السيارة، ومفتاح كود نعاود فيها ثاني، مش مفتاح عادي. وسعرها ممتاز جدا، سعرها 53000 دينار، سيارة ربي يبارك بسم الله ما شاء الله، جاية بدون أي تشطيب ولا أي عيب بعون الله. وتنعطيكم رقم هيكلها وتقدر تدفع لها وتطلعها وتشوف حالة. طبعا هي بتخش عليها على الجوجل طول احتمال ما تطلعش، لكن انا هوني على الكارفاكس تطلع اللي عندها برامج. سياره بسم الله ما شاء الله ممتازه جدا، داخليتها نظيفه، ماشيه في العداد بالضبط 90000 كيلومتر،
كمالياتها ربي يبارك، كل شيء لازم موضح بالفيديو. لا تشك والع ولا ارباك طالع ولا اي ملاحظة بإذن الله. سيارة بسم الله ما شاء الله، هنشوفه محركها حتى ونرجعوا له. طبعا هذا رقم الهيكل اللي بيتأكد منها، اللي يقدر يطلع السيارة في كندا يشوفها عادي، انا ما عنديش مشكلة. هذا العرض الاول. العرض الثاني ربي يبارك بسم الله ما شاء الله، لون جميل جدا، لون رصاصي، لون سيلفر، كمالياتها نص فل، ناقصة شوية حاجات على الاولى اللي هي البانوراما والصالون، وفي فرق في المحركات ما بينهم. الزوز درجة اولى بإذن الله، الزوز خاليات من العيوب ميكانيكيا كهربائيا بسم الله ما شاء الله. طبعا هذه فيها كدمة بسيطة جدا، وين في علامة الهونداي التالي في الشنطة، والباقي الأمور كل شيء تمام. أي واضحة بالفيديو بإذن الله. محرك 16 تي، ديسكو يختلف عن الأول، جنين جميل. سيارة بسم الله ما شاء الله، استعمالها نظيف جدا وسعرها ممتاز جدا، حتى هو 50,000 دينار معروضة السيارة. وأي حد عجبته حاجة من السيارتين، الأرقام موجودة عندكم على الصفحة أو زيارتنا داخل المعرض، وأكيد ياخذ سعر أفضل من السعر اللي نقول فيه في الإعلان. طبعا 2 رسائل مفتوحة، 2 جمرك، 2 كيف خاشات توا، سيارات حديد، هونداي توسان. وهذه من داخل، هذه ماشية 115 زي ما قدامكم الفيديو، حتى هي ما فيهاش أي أعطال أو عيوب بإذن الله، ما فيش شيء مأشر، ما فيش شيء ملغي من العداد، كل شيء موجود قدامكم. ونفس الشيء حتى هي مفتاح كود. سيارتين ربي يبارك، سيارتين من الموديلات الحديثة اللي الناس تتكلم فينا، تبي توسان وفرنا لكم 2 عروض موجودة داخل المعرض. هذه محرك 16 والثانية محرك 20، ان شاء الله يكون كل شيء واضح بالفيديو. يومكم طيب والسلام عليكم.